بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة أخوانا معادنا مع الدرس الرابع من جزء سترينج مانيبوليتنج. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على كيفية وضع مسافات على يمين النص باستخدام دالة آر ست رايت ست أو على شمال النص ليفت ست، وهناخد برضه وضع أكتر من مسافة باستخدام دالة إس بي ثم النم. طبعا النم ده ممكن يتحط بداله أي يوضع بدله أي رقم بحيث وضع المسافات زي ما هناخد إن شاء الله. طيب نبتدي مشروع جديد او نكمل على نفس المشروع اللي فات. ناخد اول دالة، لو حبينا في وقت من الاوقات نحط مجموعة من المسافات، تمام، هنستخدم دالة بسيطة خالص اسمها ار 6 لو حطينا نضع على اليمين، او ال 6 لو حطينا او حبينا وضع المسافات على الشمال. ازاي الدالة دي؟ سهلة. وليكن عندي dim x as string بيساوي مثلا علي. طيب ثم عندي استخدم الدالة بقى، هقول له مثلا console dot right line، تمام. هطبع انا بقى ايه، طبعا هحط الامر هنا بقى عشان خلاص بقى احنا عندنا فتره ايه اللي انا عاوز احجز متغير والكلام ده. بقول له ال ست، تمام. خلي بالك اول ما افتح القوس بقول لك انا باخد منك سورس، ها اهو لها شكل واحد. ليه ما جاش هنا الاسهم؟ بقول لك واحد من كذا، تمام. طيب بيبقى لها شكل واحد، بيقول لك والله انا باخد منك اتنين سورس از سترينج، باخد منك المصدر الاول، تبقى اسف المتغير الاول string، تاني شيء اللينز اللي هو الايه عايز تحط كام مسافه. بيقول لك ايه return a left aligned string containing a specified string adjust the specified length. طيب هقول له والله مثلا وليكن النص الاول x، تمام. طيب هحط هنا وليكن اقول له مثلا ايه خمس مسافات، تمام اهو كده. طيب عايزين القوس التاني كده، يبقى بياخد منك ايه السترينج، وهنا الايه نوع انتجر خمس، تمام. هو عادة بيعرفوا ايه نوع ايه انتجر. طيب لو انت هنا جربت لاحظ، طيب تعال نخليه ار، تمام، يبقى بالفعل كده اسحهولك الار والعكس بقى عشان ايه يبان. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب طبعا هو الار هو الايه، هو طبعا عكس الايه، هتعكس بقى، يبقى الار عكس الليفت، يبقى الار ست اهو، الار ست عكس اللي هو الايه تريم او ليفت، ليفت تريم، تمام يا اخوانا. يبقى الار ست عكس ليفت تريم، عكسه في كل شيء. ازاي؟ ار ست ليفت تريم بيحذف علامات من الايه من اليسار، ار ست بيضيف مسافات الى الايه الى اليسار، يبقى ده يحذف مسافات الى اليسار من اليسار، وده يضع مسافات الى الايه الى اليسار. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب عكسه طبعا ما كانش هيبان اللي هو ال لانه بيضيف في الاخر، فمش هتفرق معانا غالبا، ما تفرق معانا ان شاء الله بعد كده في المسج او اي شيء تاني ان شاء الله في الايه في الويندوز فورم. يبقى ار ست لو حبيت تضع مجموعة من المسافات هتحط المتغير اللي ياخد منه وتعمل. طبعا انت ممكن تحط هنا المتغير اللي استقبله من المستخدم، يعني بلاش ده، اقول له لا سمحت لا مش الاكس. طب هنا الاكس هيطلع لك، اقول له مثلا كونسول دوت ريد لاين اقرا الايه الريد لاين، يعني يقرا السطر، تمام. اعمل ار سيت له بايه بنسبه 5 كده، هتكتب اي سطر وليكن مثلا ايه عمرو، لاحظ تحت يضيف لك خمس مسافات، تمام. ثم ايه عمرو، مفيش اي مشكله الحمد لله لحد دلوقتي. طيب تعالى بقى ناخد التاني، النقطه التانيه درسنا النهارده السبيس. ازاي ممكن تقول له مثلا والله انا عايز اطبع مثلا كلمه مثلا هالو مثلا، وكلمه مثلا ايه
كلمة عقد. طبعا الزائد هنا بيساوي اند، تمام، نفس الايه المقصد ونفس الايه المعنى. طيب هنا طلعت اقول لك قالوا احمد ملصقه في بعض، لا، فيقول لي ايه، احنا كنا بنقول له ممكن نقول له اند، تمام، اهو زائد، ونحط هنا مسافه كده، صح، مفيش مشكله، اهو وضع بينهم ايه مسافه. قال لك طب ما انت ممكن تستخدم هنا سبيس، ها، لاحظ سبيس اهو، تفتح قوس وتقول له والله هنا بياخد منك نمبر از انتجر طبعا المسافات، اقول له والله سبيس واحده بس، يبقى ضيف لي سبيس واحده. طيب واحد يقول لي طب ما هو كده اعمل مسافه اسهل، لا، غالبا او مش غالبا، عاده ما بتحب اللي انت تضيف اكتر من مسافه، عايز تضيف 20 مسافه، مش معقول هتعد 1 2 3، لا، بتقول له سبيس وتحط هنا مثلا 20 عدد المسافه اللي انت عايزه يفصلك بين الكلمه الاولى وبين الكلمه الاخيره او اي سترنجين او اي شيء 20 ايه مسافه، ممكن ما تحتاجش غير كده، يبقى يبدأ ب 20 مسافة ثم كلمة ايه احد، تمام، ها، اتفقنا يا اخوانا؟ اظن كده بفضل الله عرفنا الدالتين سهلين خالص، ار ست بيضيف وضع مسافات هنا على يمين، طبعا هنا هتبقى على يسار، الاختلاف بقى انا اخطأت، وهنا يمين النص، تمام، يبقى وضع مسافات على ايه يسار النص باستخدام ار ست، او على يمين النص باستخدام ايه ليفت ست، تمام يا اخوانا. وهكذا النوع الثاني لاضافه مسافات، اي عدد او عدد من ايه من المسافات، تمام، باستخدام ايه داله سبيس والعدد اللي انت عايزه، طبعا ده اكس بقى يبقى زد والكلام ده، تمام. طيب طبعا يا اخوانا التعامل مع السترنج لسه له بقيه، فبرضه لسه يعني ايه، احنا ممكن ناخد دلوقتي دل اهو ناخده كمان، يلا، استخدام دالة join للدمج بين عناصر مصفوفة. طيب بفرض يا اخوانا اللي احنا عندنا مصفوفة من المصفوفات، عايزين ندمج كل عناصرها في سترينج واحد، ازاي؟ هي اولا ممكن تتعمل يدويا، تتعمل ايه يدويا، تمام، مانيوال. طيب هنا بقى ضاف لنا داله اسمها جوين، طيب تعالى ناخد يدويا ونشوف ايه هنعملها ازاي يدويا. طيب بفرض ان انا عندي مصفوفه اهو، هقول له ديم مثلا نيمز از سترينج، مصفوفه سترينج، تمام، وليكن حجمها مثلا 3 اهو، نيمز العنصر الاول اندكسد باي 0 او مفارس ب 0، علي ناخده كوبي 1 2 3 اهو، يبقى ده عمرو 1 2، ده مثلا كريم، ده محمد indexed by 3 كده كده، تمام، حجزت مكان هنا وهنا. طيب عايزين نجيب كل يعني كل الاسماء هنا في متغير، طيب هنعمل ايه؟ ممكن تستخدم فور او فور اتش، تعال ناخدها يدويا الاول بفور، او انا اقصد بفور لا فور نيكست يعني. طيب بعرف متغير بره اسمه مثلا اس تي ار نيمز، ستار ايه نيمز بيساوي سترنج فاضي، تمام، هقول له الاول اعرفه ديم از سترنج كده بيساوي ايه سترنج فاضي، هدخل جوه الفور هقول له من الصفر الى هنا، اخدنا المره اللي فاتت ممكن تكتب اسم المصفوفه ها دوت لينس وتنقص منها واحد، او ها خلي بالك، او تستخدم اليو باوند ابر باوند، الابر باوند خلي بالك مهمته ايه، طبعا هياخد هنا اسم المصفوفه النيمز، ابر باوند مهمته بيجيب لك اخر فهرس من فهرس المصفوفه، اخر فهرس من فهرس ايه يا اخويا المصفوفه، ابر باوند، باوند اللي هو الحد يعني، تمام،
يبقى الايه اخر فيرس من فيرس الايه المصفوف، يبقى تستخدم الدال ابر باوند بيجيب لك اخر فيرس من فيرس الايه المصفوفه. اتفقنا يا اخوانا؟ العكس بتاعه ال ايه ال باوند. تمام، اتفقنا يا اخوانا؟ ال ايه ال باوند. بس احنا شغالين دلوقتي على الايه، على الابر باوند اهو كده، ابر باوند النيمز. تمام، يبقى خدنا شيء جديد، الابر باوند او الحد اللي فوق بيجيب اخر فيرس للايه للمصفوف. طيب خلي بالك بقى، مع كل لفه من لفات المصفوفه، تمام، هقول له ايه؟ هقول له string names str names بيساوي str names. واحد يقول لك ايه ده؟ لما انت تجمعه، ما احنا خدنا قبل كده اللي احنا ممكن نقول له بلس ايكوال واللي انت عايز تزوده، صح؟ هقول له بلس ايكوال الداله نيمز، ها، العنصر الاندكس. ليه؟ لان اندكس هياخد الفيرس الاول ثم الفيرس الثاني ثم الفيرس الثالث ثم الفيرس الثالث. بس كده هقول لك لا، تعال نحط هنا قوس وفي الاخر ايه قوس، عشان اقول لك ليه دلوقتي. هقول لك هزود هنا، هقول له زائد او اند، تمام براحتك. هقول له اند، ها، ممكن احط هنا ايه شرط او شرط مسافه. يعني ايه؟ اللفه الاولى الاس تي ار ايه اصلا سترنج فاضي، ماشي، يبقى ياخد طبعا اسم الايه اسم المصفوفه والاندكس، ها، اسم المصفوفه يا اخوانا مع الاندكس هديك القيمه، هيحط علي، ها، ثم يحط علي وكذا. واللفه الثانيه يبقى علي، هو اصلا قيمته علي، يزود علي عمرو وكذا. تعال نشوف اهو، طبعا احنا ما طبعناش. هقول له في الاخر كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمة str names، str names كده ان اهو، قال لك علي عمرو كريم محمد. طبعا في الاخر، تمام، ممكن ايه في الاخر ممكن تقول له لو ده اخر واحد يبقى انت ايه حط ايه كذا. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب هنحلها دلوقتي. يبقى ده علامة ايه يا اخوانا؟ الفور. حطيت متغير بره وقلت له كل مره زود الايه الايه القيمه دي وحط لي ده. طيب هقول له هنا خلي بالك، اقول له اف الاندكس، اندكس لا كده غلط، اندكس اقل من، خلي بالك، اقل من الايه اليو باوند النيمز، اعمل كذا. لو هي طول ما هي اقل من اليو باوند زود ايه كذا. طب إلس، تمام، بدأت تساويه، هقول له زود عليها اهو، بس ما تحطش العلامه الاخيره دي، تمام، ما تحطش العلامه الايه الاخيره دي. طب انا عملت كده ليه؟ انا عملت كده بحيث ما يحطش في الاخر ده. تعال نشوف اهو، لاحظ ما حطش العلامه، ها، انا قلت له ايه دلوقتي؟ لاحظ من دي، انا قلت له خلي بالك، احنا فهمنا الاولى طبعا، تمام، قبل دي كده، قبل الايه الاف دي بزود كل مره علامه الايه النيم، وزودت الايه العلامه طبعا، ما كانش نحط العلامه في الاخر، يبقى نمسح ده كده وده كده. طبعا دي مفهوم ما فيهاش مشكله، بس مشكله بتيجي في الاخر بيحط العلامه. طب العمل ايه؟ قال لك اه انت تشوف هل هو ده اخر عنصر ولا لا. طب اعرف ازاي اخر عنصر؟ اكيد اللي قبل اخر عنصر بيكون اقل من اخر عنصر، مش الداله دي بتجيب لاخر عنصر اخر فهرس، تمام. هتاكد، هقول له اف لو الاندكس ده طول ما هو اقل من اخر فهرس زود لي ده والشرطه. طب لو هو خلاص بقى، واحد يقول لي إلس له معنيين، اللي هو يساوي او اكبر من، هقول لك اه لو هو بيساوي هيعمل كده. طب اكبر من هو اصلا مش هيروح في الفور لانه طوله اشتغل من كذا لكذا، عمره ما يعدي دي، صح يا اخوانا؟ تمام، مفهومة؟ ها، تاني قلت له زيد من صفر لحد النهاية، قلنا الدالة دي بتجيب لآخر فهرس، قلت له لو سمحت طول ما انت الاندكس ده اقل من اخر فهرس اقل منه زود ده والشرطة، تمام، ومسافة. طيب ولو انت بقى سويته، لو الشرط ده ما تحققش معنى كده اللي هو بيساويه،
ما حدش يقول له اكبر منه ليه؟ لان قلت له روح من هنا لهنا، فبالتالي عمره ما يعدي اصلا لحد قبل اليو باوند في مثالنا، عمره ما يعدي الثلاثه. تمام؟ طيب قلت له هنا إلس ما تزوديش الحته دي، انا شلت الحته دي ليه؟ لان خلاص انا بالنسبه لي اصلا مش محتاج الحته دي في الاخر، تيجي تطبع هتلاقي كذا. طيب مع الفور اتش هدي تحت كومنت اهو، مع الفور اتش ها نفس المتغير، هتقول له فور اتش تمام، عرف متغير مثلا من نفس النوع المصفوفه، هتقول له مثلا اكس از سترينج، هو خلاص مش مشكله بياخده، نقول له ان المصفوفه اس تي ار نيم، المصفوفه اس ام نيمز ان نيمز اهو، الاكس بياخد كل عنصر اهو، هقول له اس تي ار، اس تي ار ايه نيمز ايكوال بلس، زود عليه قيمه ها الاكس لانه بياخد القيمه بقى، الاكس احنا قلنا في الفور اتش بياخد القيمه مره واحده، ما بياخدش الاندكس، بياخد الايه القيمه، هقول له اكس ايكوال اسف بلس وليس ايكوال، هقول له مثلا شرطه يساوي زائد ده، حط لي الايه القيمه وشرطه، نفس الفكره هنقع برده في حته ايه الشرطه اللي في الاخر، هقول له اهو خلي بالك هنا بقى، هقول له اف الاكس اسف، هنا بقى تحط ايه هتدوخ شويه ليه، هتجيب الايه الاندكس، كل مره هتجيب ايه يا اخوانا الاندكس، ها اتفقنا؟ طب انت كده عارف القيمه، هتجيب الاندكس ازاي؟ هقول لك سهله، مش انا عارف ده، عارفه ازاي؟ اليو باوند واسم المصفوف، وعارف اسم المصفوف اه، طب انا اجيب القيمه دي، خلي بالك اقول له اف الاكس بتساوي، طول ما الاكس بتساوي اسف كده يساوي واحده، لو الاكس بتساوي خلي بالك شوف هقول له ايه نيمز ها unbound dot unbound يو باوند اسف، او تعال حط الاول يو باوند النيمز، ده رقم تمام. طيب تعال نشوف هقول لك ايه دلوقتي، ده ايه يا اخوانا؟ ده رقم. طيب هنا هقول له ايه، نقول له هنا ايه اند اف الاول، اند اف اليو باوند ده مش بيجيب لي اخر فهرس اه، طب ما انا ممكن اقول له نيمز قوس مفرس باخر فهرس، ايه ده ايه ده ايه ده، انت اتلخبطنا ليه؟ مش لخبطه ولا حاجه ان شاء الله، واحده واحده. هنا انا عارف الاندكس، الاي الاندكس ده بيحل محل الاندكس اه، طب دي سهل، هنا الاكس بتحل محل القيمه. طيب بفرض اللي احنا عارفين اخر قيمه هي 3، اقول له لو سمحت لو قيمه الاكس، الاكس بيحل محل قيمه ايه ها قيمه العنصر الايه الفاليو مش الاندكس، احنا قلنا اسم المصفوف مع الاندكس ادينا الفاليو تمام، الاكس بيحل محل الفاليو زي ما خدنا قبل كده، هقول له لو قيمه الاكس بتساوي اخر عنصر، انت جبته منين؟ جبته يدويا، طب ضيف كذا هنعدل دلوقتي. طيب فرضا اللي هي انا ما اعرفش الرقم، قال لك طب ما تيجي تستخدم يو باوند وافتح قوسين واكتب له اسم الدال، مش ده يا اخوانا مش ده 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 واحده واحده، مش ده لوحده كده بيجيب لي اخر فهرس اه، فانا بقول له الداله اندكسد باي القيمه اللي بتحمل اخر فهرس بس، خلاص خلاص. طيب لو هو بيساوي اخر فهرس تمام، هقول له مثلا ضيف بالطريقه العاديه، ضيف كده بس كده. طيب إلس لو ما تحققش ضيف بالشرطه، يعني لو انت الاخير ضيف كده بس، لو انت مش الاخير ضيف بالشرطه، ممكن تقول له لا يساوي، ممكن تقول له يا اخوانا ها لا يساوي، طب لما انت تقول له لا يساوي يبقى خلاص المشكله انتهت، مش لا يساوي تبقى تجيب ده فوق وتنزل ده تحت بس، تعال نجرب اهو، هيقول لك علي عمرو محمد في الاخر ليه؟ قال لك اه ما هي قيمه الاكس بتساوي قيمه اخر عنصر، فبالتالي انا ايه هدخل هنا مش هزود شرطه، ها اتفقنا يا اخوانا؟ ايه اللفه كله وايه الكلام ده مش عارف، قال لك بس خلاص ده اللي انا عايز اوصل له، اللي احنا نستخدم داله جوين، اللي احنا نستخدم ايه يا اخوانا؟ داله جوين. بتتكون من ايه داله جوين؟ سهله خالص، خلي بالك هنا هقول له هنا لاحظ خلاص، هقول له جوين بياخد مني اسم المصفوفه
بياخد مني ايه اسم المصفوف اهو، اقول له اسم المصفوف نيمز، تمام اسم المصفوف ايه يا اخوانا نيمز. طيب جميل، كوما، كوما واحده. ها بقول لك حط الديليمريتر، تمام الديليمتر از ايه سترينج، تمام اللي هو الايه الفاصل اللي انت هتفصل بيه. احنا كنا بنفصل بشرط، قول له لا انا عايز افصل هنا مثلا كلمه ايه مثلا ايه وليكن اند. خلي بالك ده الشكل الاول. الشكل الثاني بياخد منك ايه سورس اري نوعها سترينج، تمام لكن هنا ايه اوبجكت، تمام ما علينا. هو كده كده بيحدد ايه مع نفسه. هقول له النيمز، وهنا اقول مثلا إيه حط شرطه مثلا او ايه شرطه مسافه، تمام اقفل القوس بتاعك بس خلاص. اضع في الاخر الستار نيمز اهو. ايه ده ايه ده ايه ده، عملها لوحده بس خلاص. يعني هو تلقائي عمل لك اللي انت عملته بالفور نيكست او بالفور اتش تحت، وقعدنا مش عارف نحط ايه وبتاع. بس انا شخصيا بحب الحاجه اليدويه. ليه؟ حتى لو بعد كده هنستخدم جوين، بس اعرف هو عملها ازاي. الله اعلم هو عملها كده ولا لا، بس يبقى يكون انا يعني عندي اكتر من اختيار. يبقى التنوع ده بيفيد جدا جدا في عمليه ايه تشغيل الدماغ. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى احنا فصلنا. ممكن تفصل لنا باي شيء بقى، نجمه اهو، تمام. عايز تفصل مثلا كلمه، طبعا مش عارف افصل بكلمه و هنا، لان عندنا هنا ايه اقول له مثلا اند كده، يبقى علي عند كذا وكذا وكذا. ها اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى جوين اسم الداله جوين بياخد مني متغيرين، المتغير الاول اسم المصفوفه، المتغير الثاني ايه الفصل اللي انا ايه اللي اسف علامه الربط او الاشاره اللي انا هفصل بينهم، او الفاصل اللي انا هفصل بينهم بس خلاص. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب وبقى كده بفضل الله اخدنا ايه الداله جوين. طيب اظن بدل الداله جوين محطوطه كده، اظن هنا بعد التاكد يعني اكيد لها عكس، اكيد لها عكس، الحمد لله لها عكس، اللي هي ايه الداله سبلت. ايه الداله سبلت دي؟ قال لك لو انت عندك مش مصفوفه بقى، لو انت عندك اي نص مربوط مع بعضه بعلامه ما، تمام بتقول له والله لو سمحت اعمل لي سبلت. لاحظ السبلت بتاخد منك ايه؟ اول حاجه الاكسبريشن اللي هو نوع سترينج اللي انت عايز ايه تطور فيه. تاني حاجه الفاصله. طب انت مثلا عايز مثلا شرطه، هشيل لك الفصلات واقسمهم لك، هحط لك انا في داله بقى. ها احط لك انا في ايه؟ في داله، تمام. دي عكس الداله ايه؟ جوين. عكس الداله ايه يا اخوانا؟ جوين. طيب جميل اهو، هنقول له مثلا وليكن مثلا هندخله النص اللي احنا جبناه. يعني احنا عملنا ايه؟ خلينا بالايه الشرطه كده اهو، شرطه. يعني احنا فصلنا المصفات دي كلها، حطيناها كلها في متغير بشرط. هنيجي نفصل بقى جمعناه اسف في متغير في شرط. هنيجي نفصل المتغير ده اهو، هقول له لو سمحت استار نيم، المقصود بتاع استار نيم ها ايه هو الفاصل؟ ها الفاصل بتاعه اقول له لو سمحت اهو الشرطه دي. لاحظ تمام، دول الليمت از انتجر. ده لو انت حطيت بعده كوما، والكومبير دول ايه اختياري، دول ايه يا اخوانا اختياري مش اجباري. دايما الحاجات حتى اللي فوق ده ايه الديليميتر اختياري مش اجباري، تمام. بس هنا في الحاله دي احنا لازم نحط، تمام. طيب كده كده ان شاء الله هنرجع لها فيما بعد، تمام. السبلت طبعا هقول له ايه الاول، هعرف متغير بنوعه جدول، لان ده بيرجع لي بايه بجدول. اقول له ديم وليكن ايه تيبل سبلت، حط كده از سترينج بيساوي كذا. يبقى الجدول ده اللي نوعه سترينج بياخد القيم اللي هتفصل لك بين المتغير ده اللي رجع لك من هنا، انت جمعت دول في متغير وفصلت بينهم كذا. هرجع العمليه تاني واستخدم بقى فور فور اتش وخلاص، اكس او خليه واي ان تيبل سبليت، تمام. هقول له ايه كونسول دوت رايت لاين، اطبع لك قيمه الايه الواي. تعال نشوف، تمام اهو جمعهم لك كله مره واحده وفصل لك بينهم تاني مره واحده. يبقى الداله الاولى جمعت جوين، الداله التانيه ايه سبليت، الداله التانيه يا اخوانا سبليت. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى قلنا جوين
بتجمع لك عناصر مصفوفة في متغير واحد. سبليت بتفرق لك متغير في سترينج على شكل سترينج مفصول ببعضه، او في عامل مشترك بين الفصلات. لازم طبعا يكون في عامل مشترك، غالبا ما بيكون المسافات. يعني مثلا لو قلت له هنا مثلا ايه ديم اكس، او بلاش الاكس بقى، نيم از سترينج بيساوي اهو احمد. عبدل خلي اسم واحد كده، تمام يا اخوانا. نوع ايه؟ سترينج. تعال نشوف ايه الخطأ. ماشي، واخد شكل ايه كده، بخليه مثلا ايه سترينج نيمز. تمام، بقول لك اوريدي ديكليرد كراند بلوك، مفيش كده. طيب تعالى نغير الاسم خالص. ده انا بنقي اسماء نفسها، هحط هنا ايه، خلاص مش عايزين ده، احنا خلاص اتاكدنا منه كده وتاكدنا من ده اهو. تمام، هنا مسافات مشترك بالايه المسافات. اقول له لو سمحت المتغير ده اهو، تمام، حط كل عنصر من العناصر في مصفوفه. طبعا هنا مسافه، ما انساش احط المسافه. لاحظ هيقول لك احمد في سطر، عبد الواحد في سطر، والزين ايه في سطر. اتفقنا يا اخوانا؟ يعني بيفصل لك المسافات، تمام، بيفصل لك، دور على مسافات وياخد لك العنصر الاول، العنصر الثاني، العنصر الثالث، لحد العنصر نون، ويحط لك في ايه، في مصفوفه. وانت باي شكل من اشكال اللوبينج تبحث في ايه عن المصفوفه دي وتعمل اللي انت عايزه. يبقى بفضل الله خدنا كده جوين اهو، استخدام ده للدمج بين عناصر مصفوفه اهو في نص واحد باضافه علامه فاصله اهو. ده العكس بقى، فاصله. تمام، ناخد ده كله، يبقى نقول له هنا استخدام دالة سبليت لإيه؟ للفصل بين نص واحد مفصول بعلامة واحدة. وحفظها في إيه؟ مصفوف. اتفقنا يا إخوانا؟ أظن كده بفضل الله الدروس دي مفهومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.